السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا شباب. فيديو جديد. عندنا مشكلة في دراع. الدراع ده فيه مشكلة. الدراع ده مش الأصلي، الدراع ده الكوبي، بس النوعية رديئة جدا. يعني مشكلة النوعية دي مش إن هي رديئة، المشكلة إن قطع غيارها الداخلية مش موجودة، فيعني ده تحذروا منه، لأن قطع الغيار بتاعته متبقاش موجودة. حتى ان السوكت ده مش بيبقى متوفر للدراع ده. طيب انا عندي مشكلة هنا هحلها معاكم، وان شاء الله باذن الله هتستفيدوا من الفيديو ده، لان برضو انا يعني هقول لكم البورد دي يعني طريقتها ازاي وبتشتغل ازاي وايه الوصلات اللي جواها يعني. تمام، دي حاجة. تمام، انا عملت ايه الاول؟ طبعا البورده بايظه بالطريقه دي زي ما انت شايف. انا قلت لك بص بايظه ازاي. طبعا هنا الدماغ دي ما قعدش السلك، بس شوف كده الكاميرا تجيبها، يعني هنا بايظه والسوكت برضو هنا مش موجود. تمام، دي حاجه. طيب انا جربت عليها ده ما اشتغلش، ماشي، وجربت عليها ده برضو وما اشتغلش. طبعا ده من في منه نوعين، وده تقريبا في منه نوعين او ثلاثة، راح فين مش مشكلة، في منه نوعين او ثلاثة برضو يعني. تمام، فاحنا هنعمل تشريح لدي كده. هي البوردة دي ما تقلقش من السنان دي كلها. السنان دي كلها عبارة عن 8 اطراف او 7 اطراف، ماشي. اول طرفين ارضي، واللي في النص فيه برضه طرفين ارضي، وفي الطرف في طرف كده بين اللي في النص وبين الاخير ارضي، والطرفين كهربا للشاحن، وفي طرفين طالعين للشاحن. هنشرحها دلوقتي يعني، وهنشوفها ماشيه ازاي. ماشي، طبعا انا قلت لكم ان انا عملت دي كده. بص، جبت سلك كابلو عشان اشحن الدراع، وصفت في دي، بس الدراع مشكلته بيجي ان هو بدون اضاءة. فانا قررت ان انا اعمل ايه، قررت ان انا اعمل بوردل دي، وهعمل توصيلاتها بالكامل على السوكت ده بنظام كباري. هشتغل الموضوع ده. طبعا انا مش هحتاج معايا غير الكاوية بتاعت اللحام بس يعني. تمام، هشتغلها واوريها لكم. بس انتوا طبعا اللي يهمكم في الموضوع ده البوردة والوصلات دي، يعني الكابلات دي اللي هي الأسلاك دي بتروح فين. ماشي، هجيب ورقة وقلم وهوريكم الأسلاك دي كلها بتروح على فين بالظبط يعني. تمام، بص أنا أعتبر إن دي الفلاتة بتاعتي أهي. ماشي، في فلاتة فيها 12 طرف، 12 طرف، وفي فلاتة فيها 13 طرف. دي الفلاتة الصغيرة بتاعت الدراعات البرو، بتاعت الدراعات الأمريكي. طيب أنا بالنسبة لي مش هتفرق كتير يعني، ماشي، بس اللي أنا عايز أقوله لك إن في طرف، تمام، وطرف تاني وطرف تالت، دول إضاءة إضاءة. تمام، وفي بعد كده هنا طرف او طرفين او ثلاثة على حسب الموجود في البوردة دي، على حسب الموجود في البوردة دي. ده بيكون ارضي، اكبر كمية اطراف بتكون للارضي. وبعد كده في طرفين اللي هو حساس الشحن، ماشي، وفي طرف تبقى كهرباء الشحن. دول الأطراف اللي احنا نقدر نقول عليهم دول بس. طبعا عندك هنا التلاتة دول بيوصلوا من هنا وبياخد أرضي للونات، وبرضه نفس القصة بياخد أرضي لسكة الشحن
اللي هو دايما بيبقى على الطرف اللي من الناحية دي، والكهرباء بيجي على الطرف ده، والاتنين دول بيكونوا جنب الكهرباء. يعني بص، الطرف ده بيبقى جنب الطرف ده، والطرف ده بيبقى جنب ده، وفي طرف في السوكت كده اللي هو الطرف الرابع اللي جنب الأرضي ده بيبقى ملغي في السوكت ده، ما بيبقاش موجود. وحتى لو مش موجود واصل، حتى لو موجود واصل هنا ما بيبقاش ليه أي لازمة، تمام؟ فأنت ده ما توصلهوش، اللي هو الطرف الرابع اللي جنب الأرضي، ماشي؟